بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة الخامسة والأربعون من البوت السراب، وهنكمل فيها عن رسائل تحذير اللي هي الاليرت مسجز. تمام كده؟ الرسائل بتاعت التحذير اللي هي الاليرت مسجز بتستخدم علشان تحصل على معلومات فيدباك من المستخدم. تمام كده؟ بترد له رساله وتقول له انا عاوز منك فيدباك ولا حاجه، او انت هتتصرف ازاي تجاه الرساله ديت على حسب الموقع ما بيشتغل. تمام؟ فكره الاليرت مسج فكره بسيطه، ويمكن احنا نكون شفنا قبل كده حاجه ليها، لكن هنحاول ناخدها النهارده بشكل مفصل. المره اللي فاتت بس نراجع سريعا اللي احنا خدنا اظهار البوب اوفر. تمام كده؟ وده كانت النتيجه اللي احنا وصلنا لها المره اللي فاتت، لما اضغط على الزرار يبتدي يطلع لي البوب اوفر بالعنوان بتاعته والكونتنت بتاعه. تعال نشوف موضوع الاليرت مسج. عشان نشتغل على الاليرت مسجز هنبتدي نعمل فايل جديد، هنختار فايل ونختار نيو ومنه اتش تي ام ال. تمام كده؟ بعد كده كرييت، وبعدين هنقفل البوب اوفر ونخش ناخد البوت ستراب تمبليت كنترول مع A كنترول مع C، وبعد كده نحطه في الملف الجديد كنترول مع A كنترول مع A كنترول V. تمام كده؟ وندي تايتل التعامل مع الاليرت مسج. مع رسائل تحذير alert message. اوكي تمام كده، ونعمل كنترول اس وبعد كده نحفظ دوت على اساس ان هو alert message. اوكي ونسيف. تمام كده اصبح عندي ملف جاهز ليه للشغل. هبدا اول حاجه الشغل بتاعنا في المكان بتاع الكود. الكود هيبدا من هنا، وهبتدي اعمل ديف، والديف دوت هياخد كلاس تكست رايت، تكست داش وايت. اوكي تمام. وبعد كده هقفل الديف دوت وابتدي اشتغل ايه جوايا واحط باراجراف. هنقول احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هنعمل رسائل تحذير بسيطه، رسائل تحذير بسيطه أشكال مختلفة. أوكي ودي كنترول واس. طيب علشان نعمل رسالة تحذير بعمل ديف. ديف ده الشغل الأساسي بتاعنا بقى، هنعمل ديف، والديف ده هنديله كلاس، والكلاس دي هتكون أليرت. أليرت تمام كده. تمام، وفي بعد كده تنسيق أليرت مثلا برايمري، أليرت أليرت داش برايمري، هتلاقيها اهي اليرت برايمري. وبعد كده بديلها رول اليرت، رول اليرت. اوكي، وبعد كده بقفل الديف واكتب فيه الكلام اللي انا عاوز اكتبه. هنكتب هنا ديت عباره عن انذار، او عباره عن معلومات، او عباره عن تحذير للمستقبل. عباره عن انذار، أو عبارة عن تحذير، أو عبارة عن معلومات للمستخدم. كنترول اس واف 12. هنبص نلاقي عندي ادي الباراجراف اللي احنا كاتبينه، رساله تحذير بسيطه باشكال مختلفه، وادي الاليرت اللي هو واخد الكلاس اليرت برايمري. تعالى نسخ الكود ده اكتر من مره ونغير الحاجات ديت. ناخد ده مثلا كنترول سي، حط هنا وحط هنا كمان كنترول وفي، وبدل اليرت برايمري هنجرب الاليرت سكندري. سكندري اهي. تمام كده، كنترول اس، شوف شكلها بقى مختلف. تعال ناخد نفس العباره وكنترول في مره ثانيه، وبدل الاليرت سكندري هناخد الاليرت سكسس. سكسس اهي، ده شكلها. كنترول اس وادي انت، وهناخد برده كنترول في مره ثانيه، وهناخد الاليرت دينجر. دينجر اهو. تمام كده، وهناخد برده عباره مره ثانيه كنترول في، وهناخد الاليرت وورنينج. Warning اهو كنترول اس، وبعد كده هناخد كنترول في الاليرت انفو. انفو
ده شكله اهو كنترول اس تمام كده، وهنا برضو كنترول في، وهناخد الاليرت لايت والاليرت دارك لايت تمام، كنترول في وناخد الاليرت ايه دارك. كل دي تنسيقات ايه مختلفه لنفس الرساله باشكال مختلفه. اف 12 ملف المفاتيح هتطلع اشكال الاليرت سيستم اللي عندك بالشكل دوت. ده البرايمري، ده السكسس، ده البرايمري، ده السكندري، ده السكسس، ده الدينجر، ده الورنينج، ده الانفو، ده اللايت، ده ايه، ده الدارك، وانت على حسب ما انت تختار من ايه من الاشكال بتاعتك تمام كده. ده شكل. طيب تعال ناخد تجربه ثانيه، والتجربه الثانيه دي عاوزين نعمل فيها اليرت مسج بس هيكون فيها لينك، يكون فيها ايه لينك، يكون فيها رابط يعني. تعال نشوفها بتعمل ازاي. هنيجي على دريم ويفر تمام، وهناخد نحط بي ار تاج وبي اتش تاج واتش ار تاج، بي ار تاج واتش ار تاج، اتش ار تاج اوكي. وبعد كده هنبتدي نعمل الديف بتاعنا، ديف بكلاس تكست رايت، تكست رايت داش رايت اوكي. وبعد كده نقفل الديف، هنحط باراجراف عشان نقول احنا عاوزين نعمل ايه بي تاج، وفي الباراجراف هنقول له اعمل رساله تحذير اليرت مسج تحذير تحتوي على رابط داخلها. هي الفكره بسيطه ما فيهاش اي مشكله، هي بس كل حاجه انك هتحط ايه رابط بشكل عادي خالص. اول حاجه هنعمل ديف، ديف ديف اوكي، وهندي له كلاس، والكلاس دي هتكون اليرت، وبعد كده كلاس تانية اليرت، اليرت مثلا اليرت مثلا دار دينجر اوكي تمام كده تمام. وبعد كده هندي لها اللور، الرول، الرول بتاعها هيكون اليرت برضو. وبعد كده هنبتدي نكتب فيها الرسالة، الرسالة تمام، هنحط رسالة، والرسالة دي هيبقى فيها انكر تمام، وهيبقى فيها انكر بس، هيبقى فيها دي كلام يعني هنا في الانكر ده وكلام بره الانكر ده. طب الكلام في الاركون هقول هنا رسالة تحذير بسيطة، رسالة تحذير، خلي الكلام ده بره وليكن في الحتة دي، رسالة تحذير بسيطة تحتوي على رابط، تحتوي على رابط تمام كده. وبعد الانكور من تحت هنا هنكون اضغط هنا عليه لو احمد، اضغط على الرابط، اضغط على الرابط لو احببت ذلك، لو احببت ذلك اوكي. كنترول اس وف 12، وتعالى نشوف ايه اللي حصل. هبصوا هنا، دي رساله، رساله تحذير بسيطه تحتوي على رابط، اضغط على رابط لو احببت ايه، احببت ذلك. طيب اذا ما اشتغلتش يبقى اكيد في مشكله. تن تن تن، لو نزلنا تحت هنا وجينا في الديف ده قلنا له مثلا في عندي سكريبت، سكريبت سكريبت بالشكل ده، والسكريبت ده عباره عن جافا سكريبت طبعا تمام. وعاوزين نقول له لما يكون الدوكيمنت بتاعك جاهز دوت ريدي تمام كده، هتنفذ الفانكشن ديت، فانكشن تمام كده. نحط برضو نيكوس، وبعد كده نحط كده وننزل تحت. في حالة لو كان دوكيمنت ريدي انت بتروح تشوف الحاجات اللي ليها دوت اليرت، دوت اليرت اهي تمام كده، دوت سوري اليرت ليها كلاس اليرت. في حالة لو كان ليها كلاس اليرت تمام، يبقى انت هتعمل لها
alert. alert وهنفتح قوسين تمام، وجوه الاليرت دوت هتبتدي تخلي اللينك نشوف هيشتغل ولا لا. ترو اوكي، فاصله ايه فاصله كويس، اشتغل اشتغل مش خلاص بف 12. هنحاول مره تانيه، الروبوت ايه مش شغال برضو كده، يبقى في مشكله داخل مين الاليرت نفسه على السيستم نفسه، ما دي ما حققتش اللي احنا عاوزينه. طيب تعال نشوف حاجة تانية. هنعمل نوع تاني من الاليرتس اللي هو اليرت بيحتوي على زرار للاغلاق. تعال نشوف كده، تعالى نعمل PR tag تاني، PR tag تاني، وكمان نعمل HR tag، HR tag، وبعد كده نعمل dev احنا بنشتغل عليه dev، والdev ده ياخد class text write text dash write اوكي، وبعد كده نحط paragraph، والparagraph دوت هنقول فيه ان احنا عاوزين نعمل رسالة تحذير، ورسالة التحذير دي بها زرار اغلاق، بها زرار اغلاق بهذا الشكل اوكي. تمام تعال نشوف كده، نعمل ديف ديف، والديف دوت هنديله كلاس اليرت ومعاها كلاس اليرت وورنينج، اليرت داش وورنينج لينك تمام كده. طيب وبعد كده هنخلي الاليرت ديسميسبل وفيت وشو اليرت اليرت اهي ديسميسبل تمام، وهنخلي معاها الفيت وهنخلي معاها الشو شو اوكي تمام كده تمام. وبعد كده هنديها رول alert اهو تمام، وبعد كده نبتدي نقفل دوت اللي هو الديف، وتعالى نعمل فيها strong strong نقفله برضو تمام كده، وهنعمل بوتو صغير نكتب strong الاول strong، خلي بالك خلي بالك اوكي تمام. يجب عليك ملء بعض البيانات، يجب عليك ملء بعض البيانات تمام كده تمام. تمام وبعد كده هنحط بوتون بوتون، والبوتون دوت نخليه تايب بوتون تايب بوتون، وهنديله كلاس كلوز كلاس كلوز اوكي، وهنديله كمان داتا ديسميس اليرت داتا داش ديس مس داتا ديس مس مش كده اليرت اليرت تمام كده، وهنشوف برضو كمان الاريا ليبل كلوز اريا داش ليبل هنخليها كلوز كلوز تمام كده تمام. وبعد كده هنقفل هنا البوتون، وهنجوه هنحط سبان
سبان، والسبان دوت هيكون له اريا هيدن بترو، اريا داش هيدن بترو، اريا هيدن بترو تمام كده. وهنحط فيه الاند تايمز اللي هو علامة الاكس، اند تايمز اللي هي علامة الاكس تمام كده. تمام وخلاص كده عملنا ايه البطل النص بتاعنا كنترول اس واف 12 ونشوف الرسالة هتطلع ازاي. هنبص تلاقي خلي بالك يجب عليك كمان البيانات، ولو ضغطت على الاكس دي هتلاقي الرسالة ايه بتختفي تمام كده. طيب يبقى كده رسالة تحذير بها زرار اغلاق ادي اف 5 عشان نعيدها مرة تانية. لو دوست على الاكس دي الرسالة بتاعت التحذير بتختفي مرة واحدة تمام كده. طيب ممكن نعمل حاجة تانية اللي هي رسالة تحذير هتكون بشكل مفصل وكبيرة شوية. تعال نشوف دي هتتعمل ازاي برضو. تن تن تن. هنيجي هنا وهنعمل بي ار تاج، بي ار تاج، وبعد كده هنعمل اتش ار تاج. اتش ار تاج تمام كده. تمام وبعد كده هنعمل الديف بتاعنا، الديف ويكون الكلاس بتاعته تكست رايت، تكست داش رايت. اوكي كده احنا وصلنا لحد النقطة ديت، وبعد كده نبتدي نخش نعمل ديف تاني. هنعمل باراجراف بس نقول بس احنا هنعمل ايه بالظبط. باراجراف ونكتب في الباراجراف رسالة تحذير بمحتوى مفصل، رسالة تحذير بمحتوى مفصل. اوكي مفصل كبير عشان تبقى واضحة اكتر. وبعد كده هعمل الديف اللي انا هشتغل عليه، ديف بكلاس، والكلاس ديت هتبقى اليرت اليرت، وبعد كده هدي لها كلاس تانية اليرت سكسس، اليرت داش سكسس. اوكي وبعد كده هدي لها رول اليرت، رول اليرت. اوكي وبعد كده هقفل الديف دوت تمام كده. احنا لحد دلوقتي شغالين. وبعد كده اتش 4، اتش 4 وفي اتش 4 ديت تمام كده هدي لها كلاس اليرت هيدنج، كلاس اليرت هيدنج alert داش هيدنج اهي تمام كده. وهنقول مثلا احسنت صنعا يا مصطفى، احسنت صنعا يا مصطفى. اوكي ده اتش 4 اللي هو يعتبر alert هيدنج. وبعد كده هنعمل paragraph بي تاج، وفي الباراجراف دوت هبتدي اكتب لقد استطعت، لقد استطعت بنجاح قراءة هذه الرسالة تمام كده. وسوف تستمر هذه، الرسالة لفترة طويلة، تمام كده لحين الانتهاء من تحديث الجهاز، وسوف يعود الكمبيوتر للعمل بشكل طبيعي، بشكل طبيعي. انت طولت بس في الباراجراف، طولت فيه شويه علشان بس يبقى ايه في محتوى. وبعد كده هنبتدي نعمل اتش ار تاج زي خط فاصل يعني، اتش ار تاج. اوكي وبعد كده هنبتدي نعمل باراجراف تاني بي تاج، والباراجراف دوت هنكتب فيه استخدام بعض الادوات الخاصه، او استخدم بعض الادوات الخاصه، لل وصول للنتائج المرجوة تمام كده من عرض العناصر، بشكل صحيح، على الشاشة كده. بيتاجي بتاع في كنترول اس. تعال نشوف اف 12
فتحت مفاتيح الدنيا ماشيه ازاي. لو انا بصيت كده هتبص لي كل دي عباره عن رساله، تمام كده احسن صنع مصطفى، وفيها باراجراف وفيها اتش ار وفيها كمان باراجراف تاني بشكل ايه؟ بشكل مفصل. كل دي انواع اليرتس انت ممكن تستخدمها، يعني مش مشكله، حكايه الرابط دي طب اشوفها بعدين. بس كده عرفنا حاجات عن الاليرت، واهم حاجه في الاليرت ان انت ممكن تعرض رساله بالشكل دوت، وتعرض رساله ممكن تقفلها، او تعرض رساله ايه مفصله. تمام كده؟ تمام. بكده خلصنا الحلقه دي النهارده ان شاء الله، وبكره ان شاء الله نلتقي في حلقه جديده. اذا عجبك الفيديو اعمل لي كومنت، لايك، شير لي، واذا عجبتك القناه اعمل لي سبسكرايب داخل القناه. وكلكم شاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للمحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.